السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم في درس جديد من شرح معالم السنة النبوية للشيخ صالح الشامي حفظه الله تعالى. واليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى نبدأ في المقصد الرابع من مقاصد هذا الكتاب، وهو مقصد في أحكام الأسرة. والفصل الأول فيه فصل في أحكام النكاح، والباب الأول فيه هو باب الترغيب في النكاح. وعلى عادة المصنف حفظ الله تعالى أنه يبدأ الباب بما ورد فيه من آيات من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ولذلك ذكر قول الله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وتكملة الآية: مثنى وثلاثة ورباع، مثنى وثلاثة ورباع. وذكر قول الله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. هو يريد أن يستدل بأن النكاح مأذون فيه، وقد رغب الله سبحانه وتعالى فيه، ورغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه. هذه الآية من آيات سورة النساء: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فيها الإذن بتعدد الزوجات بالنسبة للرجل، له أن ينكح امرأة أو أكثر من ذلك. المهم أنه بحد أقصى أن يجمع بين أربعة نسوة، أن يجمع بين أربعة نسوة. ولكن سبحان الله، هذه الآية في سياقها لها معنى جميل. هذه الآية نزلت في يتامى النساء. يعني يتامى النساء؟ يعني أحيانا بعض الناس ممكن ربنا يقدر أن يكون هو ولي لبنت يتيمة. هذه البنت عندها مال، فهو علشان ياخد المال اللي معاها ده يعمل ايه؟ يبدأ يعني ايه، يحتاط كده او يحوطها حتى يتزوجها. طب هو بيتزوجها ليه؟ علشان ياخد فلوسها، وكأنه بيعتقد انه اذا تزوجها فان مالها يصبح حلا له. وطبعا ده غلط، ده غلط. ان الانسان بمجرد ان يتزوج المرأة، هل عقد الزواج ده بينقل مال المرأة لملكيته؟ يعني لا طبعا، ده كلام غلط. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى هنا بقى حذر من هذا الخلق الذي كان عليه كثير من الناس في هذا الوقت، وبعد ذلك أيضا لمن يأتي بعدهم. إن أنت لو قدر لك وأصبحت ولي على يتيمة، وأصبحت ولي على يتيمة، هذه اليتيمة عندها مال كثير، هذا المال ملك لها، ملك لها، ليس ملكا لأحد غيرها، طبعا نصيبها في الإرث يعني. فانت لما تتزوجها وتفضل انت تقوم على رعايتها، وفي الاخر تتقدم لزواجها تريد ان تاخذ هذا المال، يبقى بقى مال زوجتك، فتاخده زي ما انت عاوز. هكذا يظن بعض الناس، ولكن هذا حرام. هنا بقى ربنا بيقول لك ان انت لو خايف ان نفسك تضعف، وان انت ممكن تيجي في يوم من الايام تاخد مال زوجتك اللي هي كانت في يوم من الايام يتيمه وانت تقوم على رعايتها، وان انت ما تزوجتها اصلا الا علشان فلوسها، فربنا بيقول لك لو انت خايف تيجي في يوم من الايام تضعف وتاخد فلوسها التي لا تحل لك، فربنا يقول لك لا، يعني البنات عندك كثير والنساء عندك كثير، تزوج يعني ما شئت من النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، مثنى وثلاثة ورباع، يعني احنا بلهجتنا الدرجة ما حبكتش ديت، يعني روح تزوج غيرها. لان النهارده خلينا نتصور الصوره دي يعني بشكل عملي. انا النهارده مثلا كنت ولي على بنت، البنت دي يتيمه وعندها ما شاء الله خير كتير جدا، عندها اموال كثيره جدا، وانا فضلت يعني اخد بالي منها لغايه لما بلغت سن الزواج، وبعد كده تزوجتها، اصبحت زوجتي. بدايه مالها كنت انا المتصرف فيه، فمحدش هيعرف يمسك برضو مالها ده، يعني المفروض ان انا اللي هسلمه لها اصلا، فده عندي فرصه دلوقتي، بقت زوجتي، هي بقت زوجتي، محدش هيقدر يحكمني انا سلمتها ايه او ما سلمتهاش ايه. لا، هنفترض ان انا سلمتها مالها وتزوجتها، اصبح برضو ما زالت زوجتي، عندها فلوس، فممكن انا اضغط عليها بعقد الزواج حتى اخذ هذا المال، اضغط عليها بحكم ان انا زوجها وكده يعني، فاخذ هذا المال الذي في الاصل لا يحل لي، هو مالها. فهنا ربنا بيقول لك انت علشان تفادي نفسك من الموضوع ده كله، لما تكون تحتيك يتيمة وانت خايف من نفسك، تزوج ما شئت من النساء من غيرها، اللي انت عاوزه تزوجه، مثنى وثلاثة ورباع. طيب افرض انت، لا انت شايف ان انت ان شاء الله مش هتظلم، والاصل عندك الصلاح، والاصل عندك التقوى، خلاص كل واحد اضرب حاله. لكن هنا ربنا سبحانه وتعالى ارشدك الى ان السلامة في ان تنكح غيرها، ان خفت من نفسك ألا تستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يبقى الإسلام الأصل فيه والله أعلم هي زوجة واحدة،
ولكن بعد ذلك إن شئت أن تعدد لأسباب طرأت خلاص مفيش مشاكل. يعني هذه أمور تقاس بقدرها أو تقدر بقدرها، والله أعلم سبحانه، والله سبحانه وتعالى أعلم بأحوال الناس كيف تدور وكيف تكون وكيف تتغير. لكن مسألة إن أنت تستدل على إن الأصل في الإسلام التعدد بهذه الآية، فالآية كما ذكرنا كيف أن الله جل يعني شرعها لدفع ظلم معين يقع على يتامى النساء كما ذكرنا، والله أعلم. القول الثاني في الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو قول الله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وأنكحوا الأيام منكم، الأيم هو الذي لا زوج له سواء ذكر أو أنثى، سواء ذكر أو أنثى. يعني تقول هذا رجل أيم وهذه امرأة أيمة، يعني إيه؟ يعني هو مش متزوج وهي مش متزوجة. فهنا ربنا يقول: وأنكحوا الأيام منكم، وأنكحوا الأيام منكم. ولكن هنا إيه؟ هنا الأيم خاصة بالأحرار، خاصة بالإيه؟ الرجل الحر الذي لم يتزوج، والأيمة هي المرأة الحرة التي لم تتزوج. وأنكحوا الأيام منكم، فإن ربنا يرغب في نكاحهم. أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. طيب لو أنت رجل عندك أو تحتك عبد أو تحتك أمة وبلغ سن الزواج أو بلغت سن الزواج، فإيه المانع أن أنت تزوجها إذا تقدم لزواجها من يصلح وكان يعني يصلح لهذا الأمر، أي أمر الزواج؟ فإن ربنا يرغب في هذا الأمر. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء، دي تكملة الآية، يغنيهم الله من فضله. كم من إنسان تزوج فكان الزواج سببا في يعني غناه، أو على الأقل في تحسن حاله. أنا لا أعلم أحد تزوج واستاء حاله أكثر مما كان عليه، واستاء أكثر مما كان عليه. ولكن طبعا هذا ليس قولا عاما، يعني مش هقدرش أقول إن الكلام ده عام، لأن في بعض الناس أمورها بتسوء لكن بما كسبت أيديها. لكن الزواج في حد ذاته كزواج كعبادة وكشرع شرعه ربنا سبحانه وتعالى لا يأتي إلا بخير، بل هو سبب في التوسعة وسبب في السعة. وأنا لو بكلم دلوقتي الناس المعتدلة، الناس التي يعني تحاول أن تستقيم على أمر الله وتتقي الله ما استطاعت، كل واحد فينا يسأل نفسه: أنت قبل الزواج أمورك المادية كانت زي دلوقتي ولا دلوقتي أحسن؟ غالبا هتكون الإجابة بأن دلوقتي أحسن. لو قارنت دخلك دلوقتي بدخل زمان، لو قارنت إمكانياتك دلوقتي بإمكانيات زمان، لو قارنت حالك دلوقتي بحال زمان، غالبا هتلاقي أن حالك دلوقتي أفضل بكثير مما قد كان قبل ذلك. وهذا وإن دل فإنما يدل على أن الزواج ليس سببا في الفقر، بل هو سبب من أسباب الغنى. والله سبحانه وتعالى نص على ذلك في كتابه، أو ذكر ذلك في كتابه، قال: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فالزواج بفضل الله رب العالمين من الأسباب التي يعني تستجلب الغنى من الله سبحانه وتعالى، وده من ترغيب الله عز وجل في النكاح. وإحنا برضو لو حبينا نتأمل في موضوع النكاح، إيه البديل؟ إيه بديل النكاح؟ الحرام. الحرام ليه البديل النكاح الحرام؟ لأن الشهوة في الإنسان رجلا كان أو امرأة هذا أمر فطري. يعني أمر فطري يعني أمر ربنا فطرك عليه في خلقتك، أن يميل الذكر للأنثى وأن تميل الأنثى للذكر. وده مش في بني آدم بس، ده في كل المخلوقات، في كل المخلوقات هذا الميل يكون بين الذكر والأنثى لاستمرار النسل واستمرار الحياة، لاستمرار النسل واستمرار الحياة. فأنت دلوقتي كرجل أو أنت كامرأة لابد أن يكون عندنا ميول ناحية الجنس الآخر، لابد أن يكون عندنا ميول ناحية الجنس الآخر. والميول ديت لا تتوقف ولا تنتهي، ليه؟ لأن هي من أصل خلقتنا، من أصل الخلقة التي خلقنا الله عز وجل عليها. فدلوقتي إحنا لو ما كانش في تشريع يقنن ويرشد هذه الميول، فهيبقى في انفلات وهيبقى في فساد. فلذلك شرع الله عز وجل النكاح بأحكامه وضوابطه التي تحافظ على النسل وتحافظ على الأعراض. طيب البديل بقى إيه؟ مفيش نكاح وفق أحكام يعني محكمة وتشريعات متقنة من الله سبحانه وتعالى وعلى جاءت على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، هيبقى الفوضى بقى، وما يترتب على ذلك من فحش ويعني تقطيع لأواصر المجتمع كله، فساد لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وأقرب يعني شاهد على هذا
بلاد الغرب التي تصرخ الليل نهار بسبب انتشار الفواحش فيهم وانتشار أولاد الزنا وشغلانة. يعني اللي بيتابع فعلا يسمع أشياء فعلا لا يسعه بعدها إلا أن يسجد لله شكرا، إلا أن يسجد لله شكرا على أن الله عز وجل من علينا بالإسلام وهدانا لهذا الدين القويم وكرمنا بهذه الشريعة المطهرة. الشيخ حفظه الله تعالى بيذكر حديث أنس، بيذكر حديث أنس رضي الله عنه، ده أول حديث في الباب. حديث أنس فيه أنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي. ثلاثة رهط يعني ثلاثة رجالة راحوا لبيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي إزاي، كان بيذكر إزاي، كان بيعمل إيه كده يعني. فلما أخبروا كأنهم تقالوها، لما أخبروا كأنهم تقالوها، لما زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتهم أو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أخبروهم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كذا وكذا وكذا في بيته، كأنهم تقلوها. قالوا إيه؟ قالوا لا، ده إحنا عاوزين حاجات أكتر من كده، عاوزين عبادات أكتر من كده، عاوزين أعمال أكتر من كده. فهم قالوا إيه؟ قالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيكثر من العبادة، لأنه هو من هو صلى الله عليه وسلم، من غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أما إحنا بقى فإحنا ذنوبنا كثيرة ومشاكلنا كثيرة وعيوبنا كثيرة، فنحتاج إلى الزيادة، نحتاج إلى الزيادة في الخير وفي الطاعات. طيب ماشي، نفكر بقى. طب إحنا عاوزين زيادة في الطاعات، لازم ناخد أسباب تساعدنا على كده، يكون في قرارات هم بيظنوا إن هي هتساعدهم على إن هم يزدادوا في العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فقالوا: وأين نحن من النبي؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. دي قرارتهم. سبحان الله العظيم، دي قرارتهم الثلاثة. الأول ده عاوز يقيم الليل ما بينامش، يصلي من بعد العشاء إلى طلوع الفجر. والتاني عاوز يصوم كل الايام، ما عادش يوصل الصيام بقى، ما عادش يفطر خالص يعني. والتالت قال لك: لا، انا بقى ابعدوني عن النساء وانا مش هتزوج النساء حتى لا اشغل بهن، يعني سواء بزواج وتكاليف الزواج ويعني مهمات الزواج ولوازم الزواج، لا ابعدوني خالص، فانا مش هتزوج اصلا يعني. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انتم الذين قلتم كذا وكذا، انتوا اصحاب القرارات التي تتوهمون ان تعينكم على طاعة الله سبحانه وتعالى، أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. شوف بقى هنا التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لهم أنتوا ليه عاوزين كده أصلا. والكلام ده على فكرة موجود كتير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو يعني يحصر الموضوع في علته، ده كتير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت لديه مهارة عجيبة في معاملة الناس وفي التحدث معهم. فهو الناس هنا أصلا مقاصدهم إيه أصلا من الكلام ده؟ ليه هم عاوزين يعملوا كده؟ ليه عاوزين واحد عاوز يصوم ما عادش يفطر، واحد عاوز يقوم ما عادش ينام، يقوم الليل يعني، واحد عاوز يعني يعتزل النساء ولا يتزوج؟ كل ده علشان يطلبون القرب من الله سبحانه وتعالى، عاوزين يكونوا أتقى الناس لله، عايزين يكونوا من أتقى الناس لله، عايزين يكونوا من أخشى الناس لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. أنتوا عاوزين الخشية، فأنا أخشى الناس لله وأنا أتقى الناس لله. يبقى عاوز يقول لهم إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ عاوز يقول لهم يبقى طالما أنا أخشى الناس لله وأنا أتقى الناس لله، فأنت تعمل زي ما أنا بعمل، لأن أنت مش هتزيد عني. وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فقال لهم: اني لا اخشاكم لله واتقاكم له. يعني انتوا عاوزين تبقوا صالحين، عاوزين تبقوا اتقياء، عاوزين تبقوا من اخشى ناس لله، تعالى لي بقى انا اقول لك انت تعمل ايه، لان انت مش هتعديني مهما عملت، انت مش هتعديني. فخلاص، فالموضوع كده بالنسبه لك انت يعني حوصرت في علتك. انت عاوز تكون تقي واتقى الناس، من اتقى الناس، تعالى بقى اقول لك انت تعمل ايه. قال: ولكني اصوم وافطر واصلي وارقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن سنتي فليس مني.
شوف سبحان الله، شوف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان فيه ذكاء ورفق. قال لهم الحاجات ديت الامتناع عنها عمره ما كان دليل على زيادة التقوى. الإنسان فطر على حالات متقلبة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو من البشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، يسري عليه ما يسري على البشر، ويحتاج ما يحتاجه البشر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يجعلهم في الوسطية، الوسطية اللي هو مفيش غلو، مفيش مبالغة، مفيش خروج عن العادة، العادة البشرية يعني. فقال لهم أنت إزاي، أنت أصلا في طبعك، في أصل خلقتك، في أصل فطرتك، لا بد إن أنت تقوم وترقد، لا بد، ده بد إن أنت تصحى وتنام وتريح وتتعب شوية وهكذا، ولا بد إن أنت تأكل وتشرب وتمسك أحيانا يعني تصوم يعني، وبعد كده ترجع تفطر تاني، مش هينفع تفضل طول عمرك صايم، صعب. وبعد كده قال لهم واتزوج النساء. شوف بقى راح لهم الحته اللي هي ايه، الحته اللي احنا بنتكلم فيها اصلا، اللي هي في باب النكاح، ان ده امر غريزي فيك، ازاي مش هتتزوج النساء والشهوه اللي عندك ديت والفطره اللي فيك دي هتوديها فين؟ ما بتتخزنش وما بتتقفلش عليها، ده حاجه في اصل خلقتك. يقدر انسان يعيش من غير طعام ولا شراب؟ ما يقدرش. كذلك شهوه الانسان للجنس الاخر لا بد ان تصرف، لا بد ان تصرف. فانت دلوقتي انت لو منعت نفسك عن المخرج اللي ربنا اداهولك للحاجه ديت، فانت لابد ان انت هتخرجه في طريق تاني، ومفيش طريق تاني الا الحرام والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني دلهم على ايه؟ على ان هذه الامور التي يعني هذه الامور بهذه الصفه اللي انتوا عاوزينها ديت عمرها ما هتوصلكم للتقوى، بل ستؤثر عليكم سلبا. هتؤثر عليكم سلبا، اللي بيصوم ولا يفطر هذا هيضعف جسده، وقد لا يقوى على كثير جدا من اعمال الخير. والتاني اللي هو هيصلي الليل كله ولا ينام، ده برضو جسمه، ان لبدنك عليك حق، لابد ان جسمه ده يرتاح، وجعلنا الليل لباسا، لابد ان انت تنام لك شويه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويرقد ويقوم ويرقد صلى الله عليه وسلم. والتالت اللي هو قال لا اتزوج النساء، فده ما ده صعب، وهذا اشد الثلاثه، يعني ده اشد اختيار في الثلاثه فعلا يعني. لان التانيين نسب يعني، هو او التانيين ما قالوش ايه، ما انا اصوم مثلا فلا افطر، بس هو كده كده هياكل بعد ما يفطر يعني. والتاني اللي هو هيصلي الليل كله ولا ينام، فده ممكن برضه ينام له شويه بالنهار، لكن التاني ده هيعمل ايه بقى، بتاع اللي هو لا اتزوج النساء ده، ما خلاص ده قفل الباب على نفسه، فده ما عادش عنده طريق الا الحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. سنة النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم فيها الحياة، وفيها الخير، وفيها البركة، وفيها كيف الإنسان يعيش إنسان بشر بآدميته وبشريته، ولا يحرم نفسه من متاع الدنيا وزينتها، ويتمتع فيها بما أحله الله، وفي نفس التوقيت يكون من أصلح الناس ومن أتقى الناس لله سبحانه وتعالى. هو النبي صلى الله عليه وسلم. أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء. الإنسان ما ينفعش يخالف فطرته، في احتياجات فطرية في الإنسان ما ينفعش يخالف. ولذلك كان أكمل وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يعني ما حرم الإنسان من حاجاته الفطرية، وفي نفس التوقيت ما جعل هذه الحاجات مانعا بينه وبين أن يصل إلى أعلى الدرجات للقرب من الله سبحانه وتعالى. سيدنا حنظلة لما خرج في ذات ليلة وهو يصرخ يقول نافق حنظلة نافق حنظلة، فلقيه أبو بكر الصديق فقال ما لك يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة نافق حنظلة، هو طالع مذعور خايف الآن. فقال يعني إن أنا بكون في البيت، بكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبسمع بقى عن الله وعن رسوله وعن الجنة وعن النار، فالواحد بيحس ان هو ملك من الملائكه. واول ما بروح البيت واقعد مع زوجتي مع العيال وتشغلني الدنيا، بحس ان انا انسان تاني خالص يعني، فده نفاق، هو كان يظن ذلك. فلما راى سيدنا ابو بكر قال اني لا اجد الذي تجد، ده معنى زيك بالظبط سبحان الله، هيا بنا الى رسول الله. فذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا حنظله ساعه وساعه، ساعة وساعني يعني في ساعة تكون فيها قريب من الله سبحانه وتعالى، منقطع لله عز وجل في بعبادتك، مقبل عليه بقلبك ونفسك، وفي ساعة
هتقعد انت مع زوجتك وتقعد مع اولادك، هتبشر تجاراتك كده وكده. ما ينفعش الدنيا تستقيم على امر واحد، بل ان من فضل الله عز وجل علينا ان جعل مثل هذه الامور التي هي في الاصل احتياجات اساسية عندنا، جعلها عبادة، يعني نؤجر عليها، جعلها عبادة فيكتب لنا الاجر عليها. ان انت لما تطعم زوجتك، ولما تسعى على كسب الحلال، ولما تجلس مع اولادك وتلعب معهم، كل دي امور السنة جاءت بترتيب الاجر عليها. فانت تخيل حتى لهوك وترفيهك عن نفسك ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك به الاجر. فالوسطية من ارادها عليه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. سيبك من كل طريقة تسمع عنها، وعليك بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. سيبك من كل حال يدعيه اصحابه، وخليك بكيف كان يعيش النبي صلى الله عليه وسلم، او خليك مع كيف كان يعيش النبي صلى الله عليه وسلم. اسأل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ازاي، اسأل النبي صلى الله عليه وسلم كان في الموقف ده بيتعامل ازاي، وستجد في كل موقف من مواقف حياتك هديا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي من اعظم النعم، من اعظم النعم، ان انت النهارده لو حابب تعيش زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عايش تماما هتعيش. فقد نقل اصحابه رضي الله عنهم كل شيء عنه صلى الله عليه وسلم. فانت النهارده ممكن تبدا يومك لغايه لما تنام ولغايه لما تصحى وانت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتفعل كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لاتباع سنه نبينا صلى الله عليه وسلم، انه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.